السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض لو أنا عندي كذا جملة أو كذا إجابة ممكن تتقال، هعمل حاجة اسمها سويتش. يعني لو هو مثلا كتب إن اسمه أحمد هفتح الفولدر بتاعه، لو هو كتب إن اسمه محمد هفتح الفولدر بتاعه، وهكذا. تمام؟ فهاجي أكتب السكريبت بتاعي جافا سكريبت، وبعد كده هقفل ديت. وهبدأ أكتب هنا بقى، أعرف له متغير وأقول له مثلا variable الإكس بتساوي مثلا Egypt، وبعد كده هقول له switch. switch إيه؟ switch الإكس. طيب، وبعد كده هفتح المعاملات بتاعتي وهقول له case الاكس، اللي هي لو الراجل كتب ايجيبت اديله نقطتين، وبعد كده هقول له اليرت مثلا، نفذ امر اليرت. يبقى لو لقى كلمة ايجيبت هيعمل اليرت مثلا ويكتب كايرو مثلا. تمام؟ طيب، وبعد كده هقول له طيب كيس ان هو كتب مثلا جوردن، هيعمل اليرت لو الاكس دوت او الراجل دخل كلمة جوردن. هكتب عمان وبرضه كايرو بالنقطتين. تمام؟ طيب، لو ما كتبش حاجة خالص هقول له اعمل الديفولت، اعمل الصح اللي هو اعمل اليرت، واكتب مثلا جملة عرب مثلا. تمام؟ طيب، بس في نقطة بقى، ان هو لو الامر ده اتنفذ او طلع الاختيار دوت هيبدأ يطبع الباقي، فعشان ما يحصلش الموضوع دوت هقول له بريك. تمام؟ على اساس تجنبا ان هو السلسله تفضل متواصله ويبدا يعمل يخش في اللي بعديه وفي اللي بعديه، ده هيضيع وقت، في نفس الوقت ممكن يطبع لي كلمه قرب اللي هي في الاخر. اقول له هنا بريك، ومش محتاج اكتب بريك في اللي تحت خالص. تمام؟ طيب، هقول له كنترول اس، وهاجي هنا عند الامر دوت واقول له افتحه مع اللايف سيرفر. جاب لي كلمه كايرو. ليه؟ لان هو هنا ايجيبت. طيب، لو انا اخدت كده كلمه جوردن وحطيتها هنا وقلت له اس، هو اوتوماتيك فعل وكتب لي انها عمان. فده امر سويتش، ده من الاوامر القويه جدا اللي هو عامل زي امر اف. بس الفرق بين اف وسويتش اف، ممكن تقول مثلا ايه، عندي مجموعه ارقام، لو الرقم من 100 ل 200 اعتبر كذا، لو امر اتحقق ما اتحققش. فامر اف اكتر بكتير، انما امر سويتش خفيف وعبارة عن بيشوف بعض الحاجات المقترحة، ما يعني ما تقدرش تخليه يدخل في عمليات حسابية كتيرة وتعقد.